وأحيل الكلمة إلى الأستاذة الفاضلة الدكتورة مونيا مقلتي، فلتتفضل مشكورة. نعم، شكرا سيدي الرئيس. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سعيدة بتواجدي ضمن هذا اللقاء العلمي لمناقشة ملف التأهيل للأستاذ وعفو الدكتور علال ياسين، الذي يعد من طليعة الأساتذة ذو المستوى المتميز والخلق الفاضل، والذي كان لي الشرف بمزاملته في التدريس لسنوات. وقفنا على جهده ومثابرته وموضوعيته وانضباطه، كما للأستاذ طبعا قدرة على أداء مهامه البيداغوجية يعكسها طبعا الملف الذي بين أيدينا، والذي تشرفت بالاطلاع عليه ومناقشته متمنية للأستاذ المزيد من النجاحات المتواصلة. كما لا يفوتني في هذا المقام أيضا أن أنوه بسعادتي البالغة لتواجدي بجانب زميلتي وأختي الدكتورة مشري راضية، صاحبة المسيرة العلمية المتميزة، وأيضا تشرفت أيضا بتواجدي بجانب الأستاذ الدكتور خليفة مراد ضمن هذا النقاش الأول، وأنا سعيدة بتواجدي بجانبه. لا يفوتني أيضا إلا أن أرحب بالدكتور أيضا شايرية لتواجده معنا، وأرحب بالحضور الكريم وخاصة والدة الدكتور الفاضل الدكتورة آسيا يلس، يعني مرحبا بالجميع. وطبعا دون إطالة، طبعا دون إطالة، نحاول ندخل مباشرة في الشق الشكلي والموضوعي. طبعا الملف الذي بين أيدينا كما تفضلت الدكتورة جد ثري، أثمن هذا العمل، يعني الأستاذ يعني جد مشكور على الجهد الجبار الذي قام به. طبعا احنا اعتدنا عادة الملفات اللي متواجدة الحد الأدنى مقال علمي مطبوعة، الأستاذ تجاوز هذا الأمر، العدد من الملتقيات وعدد من المقالات خاصة ومقالات كانت دقيقة، وخاصة أن الأستاذ يعني نقطة تحسب له أنه لم يتقوقع في التخصص، يعني في مقياس أسرة، يعني أنا فرحت أن وجدت مطبوعة في مقياس المدخل، الأستاذ في تخصص قانون الأسرة، وعملنا مطبوعة في مقياس مدخل طلبة السنة الأولى. فقط يا أستاذي الفاضل، يعني أنا باطلاعي أكيد هذه المطبوعة يعني لا غبار عليها، عرضت للتحكيم وتم إبداء فيها يعني خبرة وإلى غير ذلك، لدي فقط بعض ملاحظات نحاول أعرج عليها يعني بداءة بهذا المطبوعة. نبدأ بالخطة يا أستاذ. بالنسبة لي الفصل الأول اللي كان معنون التعريف بالقانون وبيان خصائصه ونطاقه، لاحظ هذا العنوان من البداية جد مركب، التعريف بالقانون وبيان خصائصه ونطاقه، ونأتي في المبحث الأول ونقول مفهوم القانون. لماذا؟ كان الفصل الأول مباشرة نحن نعلم أن المفهوم أوسع من التعريف، مباشرة الفصل الأول نعلم بمفهوم القانون، ونأتي للمبحث الأول نضع تعريف القانون. هذه بالنسبة يعني ملاحظة شكلية حتى نجنب يعني هذا العنوان المركب. الفصل الأول وجدت فيه نطاق، لا التعريف بالقانون بين خصائصه ونطاقه، لآتي للفصل الرابع وأجد نطاق تطبيق القانون، هنا وضعت علامة استفهام، يعني هنا النطاق أستاذ هل تم تطرق ليه في الفصل الأول؟ ونعيد تكراره، وإحنا نعلم أن نطاق تطبيق القانون حيكون من حيث الزمن ومن حيث الأشخاص ومن حيث المكان، يعني ما دام خصصنا له فصل رابع في الفصل الأخير، ما ما ما, ما سبب إقحامه في الفصل الأول؟ يعني هنا أيضا وجد يعني هذا بالنسبة للملاحظة الأولى. نأتي يعني صفحة رقم 2 أيضا، هنا عندنا يعني أمر شكل، هنا مثلا لدينا محمد سعيد جعفور، هو تم ذكره من قبل، يعني لا داعي لإعادة ذكر بيانات مدخل إلى دراسة العلوم القانونية، مباشرة نقول مرجع سابق. يعني هذه بعض الأمور الشكلية. نفس الشيء هنا في الصفحة 7 لدينا مرجع محمود إبراهيم الوالي، المرجع السابق، في حين لو نرجع للصفحات الموجودة من قبل هذا المرجع لم يذكر إطلاقا، يعني كان الأجدر أن نشير لبيانات هذا المرجع كلية يعني من البداية، لأنه هذا المرجع لم يذكر من قبل حتى نقول عليه مرجع سابق. الصفحة أيضا 12 في قانون العقوبات، قانون 0623، نقول المعدل والمتمم، ونذكر أيضا بيانات الجريدة الرسمية. صفحة 13 عملنا المادة في الهامش رقم 4 و5، المادة 82 من الدستور الجزائري، قانون رقم 16-01، هنا ذكرناه في هامش رقم 3، مباشرة نقول القانون نفسه، ونفس الشيء في الهامش رقم 5، مباشرة نقول يعني القانون نفسه حتى نجنب هذا التكرار. هذه بالنسبة يعني لبعض الأمور الشكلية. هنا الأستاذ يعني تطرقت
يعني في تمييز القاعدة القانونية. احنا طبعا ميزها عن قواعد الدين، ميزناها عن قواعد الأخلاق، ميزناها عن العادات والتقاليد. انا حببت يعني خاصة انها موجهة لطلبة سنة اولى، يعني لو عملنا يا استاذ يعني معايير تمييز بين كل قاعدة وقاعدة، مثلا ميزنا بين القاعدة القواعد القانونية والقواعد الدينية، نميز بينها من حيث المضمون، من حيث الغاية، من حيث الجزاء. جاي المرء ايضا لو في التمييز بين القواعد القانونية وقواعد الاخلاق، نميز بينها بنفس الشيء من حيث المضمون، من حيث الغاية، من حيث الجزاء. ونفس الشيء بالنسبة للتمييز ايضا بين القاعدة القانونية والعادات والتقاليد، يعني نضع هذه المعايير التمييزية حتى تطرق لنا يعني الصورة بشكل اوضح. هذه الملاحظة الأولى. نفس الشيء صفحة 36 هامش رقم 5 إسحاق إبراهيم منصور، وذكرنا كل البيانات، في حين هو مذكور من قبل مباشرة، كنا نقول يعني مرجع سابق يعني. هنا نمر إلى صفحة 39 الأمر رقم 75 58 المؤرخ في 26 9 75 فاصلة الجريدة الرسمية. يتضمن ماذا هذا القانون المتضمن فاصلة المتضمن القانون المدني في صفحة 39 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون 0705 المؤرخ في 13 ماي 2007 جريدة رسمية 31 لسنة 2007. نمر إلى صفحة 40 نفس الشيء، ذكرنا القانون التجاري 75-59 معدل ومتمم واكتفينا، معدل ومتمم بالقانون رقم 15-20 مؤرخ في 30 ديسمبر 2015 جريدة رسمية 71 صادر بتاريخ 30 ديسمبر 2015. هذا بالنسبة للأمور الشكلية. والله يا أستاذ لدي فقط هنا يعني بعض الإشكال في الصفحة 54. إحنا طبعا كما نعلم يعني في الدساتير، فيه دساتير مارينا، دساتير جامدة، مسألة طرق التعديل. كان بيودي يعني هنا الأستاذ يعني أشار يعني هنا حتى يكون إشباع جيد للمعلومة، أشار إلى المادة 208 الدستور والمادة 211. فهنا يعني نرجو يعني حبب لو كان فيه تحيين لهذه النقطة نتعلق بالتعديل الدستور، تعديل الدساتير هنا، والرجوع إلى ما ورد بتعديل الدستور 1 نوفمبر 2020 في هذه النقطة، يعني حتى تكون يعني يكون أمر محيّد. نفس الشيء هنا لو مرينا يا أستاذ للمصادر، مصادر نعم هنا في الصفحة 65 في مسألة الرقابة على صحة التشريعات، الرقابة على صحة التشريعات. احنا قلت إنه يمارس مهمة الرقابة على دستورية المعاهدة والقوانين والتنظيمات من؟ المجلس الدستوري. لكن أنا يعني بالتعديل الحالي يعني أصبح الأمر مخول لي المحكمة الدستورية بالتعديل، يعني أصبحت مسألة يعني صحة الرقابة على هذه التعديلات الدستورية، يعني أصبح يعني حدث تعديلات جذرية في مسألة الرقابة. أنا يعني كان بيودي أستاذ هنا لو كون يعني يكون فيه تفصيل في هذا الأمر، خاصة أن مسألة الدستورية دستورية التشريع الفرعي تم النص عليها لأول مرة في تعديل الدستوري 2016، وتم التأكيد عليها في تعديل الدستوري 2020. يعني هنا في مسألة الرقابة كان بيودي يعني هنا لو وجدنا هذه التعديلات الحالية تم إسقاطها، يعني حتى يكون الأمر محين والباحث على دراية. أكيد صحيح هو ليس مقياس القانون الدستوري، أكيد هذا الأمر مطالب به من وضع الأمر في القانون الدستوري، لكن مادام وضعنا احنا تكلمنا على الدستور وتكلمنا على أنه يعتبر يعني كمصدر لغير ذلك، فيفترض الإشارة إلى هذه الأمور. في نقطة جوهرية يا أستاذ هنا ما لم أجدها في المطبوعة، احنا يعني في المصادر يعني المصادر الرسمية بشكل عام للقانون، لدينا مصادر رسمية اللي هي مسألة التشريع، ومصادر احتياطية اللي كما وضعتها هي مسألة الشريعة الإسلامية والعرف. جيد. وفيه مصادر تفسيرية، الفقه والقضاء كان جيد، يعني هنا ما وجدتهاش في المطبوعة. كان بإمكاننا يعني نوضع إضافة المصادر الرسمية، لدينا أيضا مصادر تفسيرية هي أخرى تلعب دور مهم يرجع يستأنس بها في حال عدم وجود نص في المصادر الرسمية، اللي هي مسألة الفقه والقضاء. يعني كانت غائبة هذه المصادر الفقهية. نعم عفوا. نمر إلى قائمة المراجع. هنا وضعنا قائمة المراجع، يفترض نقول مدام عملنا يعني فيه جملة من نصوص القانونية نقول قائمة المصادر والمراجع. لدينا هنا مقالة يا أستاذ لبوزيد الزهاري تم إقحامها مع المراجع في الرقم 17، بوزيد الزهاري لجنة متسوية الأعضاء، يفترض تكون في المقالات، ندونها في المقالات، يتم إقحامها في قائمة المراجع، يفترض تدرج في المقالات.
نفس الشيء في وجدنا رقم 51 المنجد في اللغه والاعلام دار المنشط العربي، يفترض لا يقحم مع الكتب المصادر، يعني يدرج يعني بشكل مستقل، يدرج في قواميس اللغه، نضع في قواميس اللغه يعني، و يعني هي مطبوعه جيد، يعني قلت يعني ثريه ومهمه بالنسبه للطلبه. فهذا بالنسبه للمطبوعه. نمر يعني انا باطلاعي على ايضا المقال، عفوا مداخله وضحها الاستاذ حول مساله اشكاليه مساواه بين الرجل والمراه في منح الجنسيه للاولاد، اشكاليه مساواه بين الرجل والمراه في منح الجنسيه للاولاد. هنا عندما وضع الاستاذ عنوان يعني حالة الولد مولود من أب جزائري وتمتع الأب بالجنسية الجزائرية وقت ميلاد الطفل، هنا الدكتور شارية حاضر معنا يمكن يفيدنا في هذا الأمر، ثبوت النسب للأب، وكان يعني هنا وأتى الأمر جد مقتضب، كان بيود يعني حبيت لو يعني أنا خصني يشترط لي ثبوت الجنسية الأصلية للابن، يعني ثبوتها أول شيء للأب، وثبوت هذا القانوني بحكم أنك مختص في القانون الأسرة، يعني نرجع نص المادة 41 جاي، مادة 41 من قانون الأسرة ينسب الولد لأبيه متى كان هذا الزواج شرعي إلى غير ذلك. لكن الإشكال المثار هنا هو في مسألة ثبوت النسب الإبن لأبيه، قد يحدث أنه يتأخرنا إثبات نسب الإبن إلى وقت لاحق على الميلاد، فهل نعتبر هنا هذا الولد المولود متمتع بالجنسية الجزائرية منذ لحظة الميلاد أو ابتداء من تاريخ ثبوت النسب؟ إشكال جد جوهري هنا، وتمنيت لو يعني ناقشت هنا في مسألة ثبوت النسب. طبعا هنا المشرع الجزائري أكيد هو لم ينص على هذه الجزئية، لكن يعني رغم أنه عدم التنصيص على ذلك، لكن يستوي أن يثبت النسب لحظة الميلاد أو في فترة تالية ما دام ثبوت النسب يعد كاشفا. ماذا قال المشرع؟ ثبوت نسب يعتبر كاشفا للجنسية وليس منشئا لها، وما دام المشرع لم يضع سنا معينة وحدا لهذا السن لإثبات النسب، فبالتالي ثبوت النسب حيكون يعني من لحظة الميلاد. ما أيضا وجدت هذا بالنسبة لي في المداخلة اللي عالجتها، فيه أيضا شق جدا مهم في الصفحة 13 في المداخلة أيضا اللي تناولتها، مداخلة معنونة لحظة فقط يعني حتى نفس الشيء، لازلنا في المساواة، مساواة بين الرجل والمرأة. في مسألة تناولت يا أستاذ هنا عنوان إمكانية التخلي عن جنسية ما، يعني عنوان جد مهم جدا، كيف يحدث هذا التخلي؟ المشرع حددنا في المادة 18 من قانون الجنسية هذه حالة محددة على سبيل الحصر، يعني الشخص اللي اكتسب جنسية جزائرية فيستطيع أن يطلب التخلي ضمن أربع حالات. هنا يعني لو شرحت لنا فقط هذه الحالات حتى فيها مش تفسيري راح تكون صوره جد واضحه. حاله الجزائر اربع حالات محدده لسبيل الحصر، حاله الجزائري الذي اكتسب عن طواعيه في الخارج جنسيه اجنبي واذن له بموجب مرسوم صادر في الجزائر ان يتخلى عن هذه الجنسيه الجزائريه، وطبعا اشترط هنا في هذا الجزائري ان يعني هنا جاي أن يكتسب الجنسية الأجنبية وأن يكتسبها طواعية حتى يتخلى عن هذه الجنسية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أيضا أن يكون هذا الجزائري ولو كان قاصرا وله جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم يستطيع أيضا أن يتخلى عن هذه الجنسية. نفس الحالة الثالثة المرأة المتزوجة الأجنبي وكان تكتسب جنسية زوجها بسبب الزواج تستطيع أن تتخلى هي الأخرى عن هذه الجنسية، وحالة تنازل الأولاد القصر للمتجنس أيضا عن الجنسية الجزائرية عن جنسيتهم الجزائرية في المادة 17 الفقرة 2 من القانون المدني نصت على حق الأبناء القصر، حق الأبناء القصر جيد نعم المادة 17 نصت على حق الأبناء القصر في التخلي عن الجنسية الجزائرية الممنوحة لهم خلال فترة سنتين من بلوغهم سن الرشد. جيد خلال فترة سنتين من بلوغهم سن الرشد. هذا بالنسبة لي يعني فقط في هذا يعني كمجدها كعنوان فقط، يعني كن تمنيت فقط كون كان فيها تفصيل أكثر. آخر شيء هنا هي إذا كانت لديك مقالة أو مداخلة ممتازة تتعلق ب الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء قانون 18085 المعنونة بالضمانات القانونية لأجل منتوج إلكتروني موثوق، يعني مقالة هنا ممتازة.
فقط هنا يعني باطلاعي وجدت مثلا المبحث الاول معنون بالالتزام بالاعلام في مجال التجاره الالكترونيه مفهوم المبررات، وعندما نمر للمطلب الاول وجدنا اهداف ومبررات الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي، لكن لم اجد المطلب الثاني. فيه مطلب الاول، المطلب الثاني غير موجود غائب، ونفس الشيء وجدت الفرع الثاني، الفرع الاول غير موجود، اكيد يحدث فيه هنا خلل. الفرع المطلب الثاني غير موجود والفرع الاول غير موجود. المطلب الاول المبحث الاول جاء قاصرا فقط على المطلب الاول، والمطلب الاول جاء محتوي فقط على الفرع الثاني دون مع غياب الفرع الاول هنا. وايضا حبيت هنا التزام هنا يعني صاحب التخصص هي الاستاذه الدكتوره يلس تحضر معنا راح تفيدنا اكثر، هي مساله الالتزام بالاعلام الالكتروني قبل التعاقدي. كان يعني كان لو ميزنا يا استاذنا بين بعض المصطلحات، يعني احنا اكيد احنا هذا المستهلك اللي يبرم هذا التعاقد عبر هذا الفضاء الالكتروني وهو غير يعني ليس لديه درايه وخلفيه واسعه لهذا المنتج، يعني قد يكون فيه معيب وقد يقع ضحيه منتوج معيب وبالتالي يتعرض لضرر. فالمشرع ألزم هذا المحترف انه يقوم باول شيء هو التزامه باعلامه بهذا بالمواصفات الحقيقيه لهذا المنتوج. كان لو حببنا يعني لو ميزنا بين مثلا الالتزام بالتحذير، هل الالتزام بالاعلام هو نفس الالتزام بالتحذير هو نفس الالتزام بالاستعلام؟ طبعا لا. جيد، يعني لو ميزنا فقط بين هذه المصطلحات. ايضا بالنسبه للطبيعه القانونيه لهذا الالتزام، الطبيعه القانونيه للالتزام بالاعلام القانوني قبل التعاقد ما هي؟ ما هي هل هو التزام ببذل عناية، التزام بتحقيق نتيجة؟ طبعا هنا ضربت الآراء الفقهية حول هذه الطبيعة القانونية. هناك من يرى بأنه التزام بتحقيق نتيجة، هناك من يقول بأنه التزام ببذل عناية. المشرع الجزائري حسم هذا الخلاف بموجب القانون 0903 واعتبره التزام بتحقيق نتيجة، ورتب عليه جزاء جزائي في حالة مخالفة هذا الالتزام. واخر نقطه جد جوهريه ايضا كان حبيت لو كان تم التطرق لها هي مساله الجزاء. ما هو الجزاء المترتب يعني في حاله اغفال هذا المحترف لانه جاي لهذا الالتزام، انه فيه جزاءات مدنيه وفيه جزاءات حتى جزائيه توصل حتى الامر يعني حتى للحبس والغرامه، إضافة إلى قابلية العقد الإبطال لمصلحة المتعاقد عديم الخبرة وحق المستهلك في المطالبة بالإبطال العقد إنه اللي وقوعه في غلط إلى غير ذلك. يعني لو وضعنا هنا كنهاية لهذا المقال الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام جيد، حنكون نصنفها إلى جزاءات مدنية ما هي، ونصنفها لجزاءات جزائية طبعا، وتكون الأمر رجال. طبعا هذا لا ينفي أنا قلت يعني أثمن هذا العمل وملف جد ثري، والأستاذ يعني جد مشكور على هذا الجهد الجبار وعلى هذا الاجتهاد وعلى هذا المواظبة، وكان جد حريص يعني في خاصة المسنة لديه عدة مقالات وهو لم يقتصر ولم يتقوقع حتى في هذا التخصص، خرج حتى على التخصص، فيه مقالة في سجل مداخلة في سجل إلكتروني، فيه 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 في 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 حماية المستهلك. فهذا أمر يحسب للدكتور الفاضل، وأحييك وأشجعك على هذا الإنتاج العلمي. هنيئا لك مسبقا، ومزيدا من النجاحات والتوفيق في مسارات علمية أخرى إن شاء الله، وشكرا جزيلا ومعذرة على الإطالة.